طيب نكسر الموضوع ونسمع صوت جديد في صالون عافية، المطربة هاجر سعيد. The voice. مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك أقوم بالليل والأسحار ساجية أدعو وهمس دعائي، أدعو وهمس دعائي بنور وجهك إني عائز واجل، ومن يعوذ بك لن يشقى إلى الأبد. مهما لقيت من الدنيا تحلو مرارة عيش في رضاك، في رضاك. وأنا أطيق صوتك.
فيها بصراحة يا والان اولا تحيه لوالدها ووالدتها، تحيه كبيره ليهم برضه. معلش ده حاجه. الحاجه الثانيه، ولان احنا صالون عافيه، كلمه عافيه، فهي انضمت للصالون نفس الكلام طبعا بعد اذن والدها ووالدها ان شاء الله معانا على طول. وطبعا برحب اخويا استاذ محسن بكري، اخذ اسمها اكيد دلوقتي وانضمت للشيخ عبد المحسن بكري، وده كمان مجال ثاني، فانا لحقت بسرعه فاخذت الموضوع. واكيد الاستاذ احمد السندباد مش هيعدي الموضوع بالسهل. يعني ان شاء الله احنا هنضمها لرابطه السجلين، وهتتكرم ان شاء الله في 25/6 في مهرجان الزجل، والوالدين هيتكرموا يعني، عشان يقول لك مش عارف تفعل عمه يا واد، مش عارف يرقص يا بنت بتاع، لا في نموذج تاني اهو، او النموذج اللي فيه الايه الفقر، فانتوا هتتكرموا قبلها ان شاء الله. استاذ مصطفى عندي معاها عقد لمده احتكار لمده 20 سنه. اسمعي تاني. ماشي لا وكمان في حاجه، انا هديك قصيده من عندي تقوليها ان شاء الله في حضره النبي برضه. طيب.